وتشهد النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات والتي سيكون لها تأثير كبير على الشباب خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع مشاركة الكثير من الشباب في مختلف دول العالم خلال النسخة الحالية. في منتدى شباب العالم على مدار الاربع نسخ كنا دايما حريصين ان نطور من نفسنا، فكل مره كان بيبقى دايما عندنا حاجه جديده نضيفها للشباب المشاركين. ففي النسخه الخامسه احنا بنعتزم ان احنا يبقى عندنا اطلاق لبرامج ومبادرات تنفيذيه ان شاء الله يكون لها اثر على المواطن المصري والشباب المصري وكمان على شباب العالم. هو اكيد طبعا النسخه الرابعه كان في تحدي كبير ان احنا كنا بنعملها وقت الكورونا وعملناها بنجاح كبير جدا. النسخه الخامسه احنا عايزين نبني يعني نستفيد من كل الاعداد اللي قدمت وما قدرناش ان احنا انها تيجي شرم الشيخ تشارك، فبالتالي جمعنا كل الافكار وان شاء الله هنضيفها في النسخه الخامسه. بيبقى تبادل خبرات بيبقى كويس قوي كناحيه تنظيميه، وبيبقى في سلاسه قوي في التعامل بين التيمات وبعضها كمعلومات كخبرات قبل كده، فبيبقى الموضوع فيه نوع من البساطه قوي في التعامل وبتقوي نفسك معلوماتيا بالطريقه دي.